السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنشوف رد فعل صادم من ياسمين عبد العزيز بعد هجوم بدرية طلبة على ريهام حجاج زوج الطليق ياسمين. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. بداية القصة كانت مع ظهور الفنانة بدرية طلبة ضيفة في برنامج ورا الشمس، وخلال اللقاء ده اتكلمت بدرية طلبة بطريقة وحشة جدا عن ريهام حجاج وهجمتها هجوم شديد جدا، وقالت ان ريهام حجاج ماشية بمبدأ انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، وانها مش ممكن تشترك مع ريهام حجاج في اي عمل فني بسبب حبها الكبير لياسمين عبد العزيز. كلنا طبعا عارفين ان ريهام حجاج متجوزة طليق ياسمين عبد العزيز رجل الأعمال محمد حلاوة، ومن لحظة إعلان جوازهم وفي مشاكل وخلافات كتير جدا بين ياسمين ورهام. كمان خلال اللقاء قالت بدرية طلبة إن رهام حجاج الأنا عندها عالية قوي، وقالت بالنص ليه أروح مع حد يخليني درجة 10، ما أنا مع ياسمين عبد العزيز بكون درجة أولى، وإن رهام حجاج مش بتدي فرصة لأي حد بيشتغل معاها إنه يتألق ويظهر، على عكس اللي بتعمله ياسمين عبد العزيز إنها بتدي فرصة لأي حد بيشتغل معاها إنه يتألق، وإن النجومية مش ممكن تشتريها بالفلوس، فلوس بتترمي في الأرض عشان تلمع ريهام حجاج، وفين هي من نجومية ياسمين اللي بإعلان واحد في رمضان بقت نمبر وان، وعن إمكانية مشاركتها في عمل فني مع ريهام حجاج. قالت بدرية طلبة لو هقعد في بيتي مش هشتغل معاها، وإن نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز لا يمكن مقارنتها بأي حد من بنات جيلها لسبب بسيط، إنها بتفتح شباك السينما بأفلامها، وده مش بيحصل غير مع ياسمين عبد العزيز. والحقيقة كلام بدرية طلبة أثار غضب ريهام حجاج جدا لدرجة إنها قدمت شكوى ضدها في نقابة المهن التمثيلية. وفي أول رد فعل منها على كلام بدرية طلبة وهجومها على زوج طليقها ريهام حجاج، قالت مصادر قريبة من الفنانة ياسمين عبد العزيز إن ياسمين زعلت جدا من تصريحات بدرية طلبة رغم إن كلامها كله كان في صالح ياسمين، لكن الكلام ده زعل ياسمين جدا. وقالت المصادر إن ياسمين قالت صاحبتي اللي بجد هي اللي تديني طاقة إيجابية وتقول كلام يقويني ويدعمني في حياتي، مش اللي يدخلني في صراعات مع طليقي وأنا على ذمة راجل تاني. صاحبتي اللي بجد ما تهيكش الدنيا وتقلب لي حياتي المشاكل من حواليا، صاحبتي اللي بجد تحترم جوزي وتحترم اني على ذمة راجل تاني. دلوقتي دي الصاحبة اللي بجد، لكن اللي عملته بدرية طلبة ما بيقولش كده خالص. وفي نهاية الفيديو احنا اكيد بنتمنى ان المشاكل دي تهدى والموضوع خلاص انتهى من زمان، من ساعة ما ياسمين اتطلقت من محمد حلاوة واتجوزت احمد العوضي، ومفيش أي داعي لإثارة مشاكل وخلافات من تاني، كانت اتقفلت من زمان. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.